ازيكم؟ احنا النهارده هنعمل ازياء هنركب فيها اضاءات بشكل متفاعل مع المحيط بتاعنا. فكر نبدا بالجوانتي. فاول خطوه قبل الحته الالكترونيه وتركيب الاضاءات هنعمل الجوانتي نفسه. يلا بينا. هنحتاج تيشيرت قديمه مش محتاجينها، مقص، دبابيس، ابره وفتله، وقلم. ممكن يبقى قلم خشب او قلم فلوماستر، المهم بس يبان حسب لون التيشيرت اللي احنا هنستخدمه. نفرد التيشيرت وهنحاول ان احنا نعمل الجوانتي من تحت من هنا عشان هنكون عايزين نستخدم الحته دي تبقى طرف الجوانتي. نفتح ايدينا او نفتح بين صوابعنا كده علشان تاخد اكبر مساحه، وحسب عايزين الجوانتي يبقى طويل ولا قصير. انا بتاعي هعمل متوسط. ممكن نعمل خط او نقط كده. كده هناخد الاول مقاس ايدينا، بعدين هنزود سنتي زياده على المقاس علشان الخياطه من جوه بتاخد مساحه. عشان كده نحاول نفرد صوابعنا عشان نسيب مساحه للسنتي اللي هنزوده. ماشي، ده المقاس بتاعنا. هنزود سنتي. ممكن اكمل استخدام القلم في الماستر عادي، بس انا هستخدم القلم الخشب. نعمل نفس الموضوع للايد او للجوانتي التاني. بعدين ممكن نستخدم الدبابيس عشان نثبت الصوابع في بعض قبل ما نبدا نقطع بالمقص. الطبقه اللي فوق والطبقه اللي تحت او وش ظهر التيشيرت هيبداوا يتحركوا، فده هيصعب علينا الموضوع، فنثبتهم بالدبابيس احسن. نعملهم صباع صباع. كده عملنا الايد دي، نعمل ناحيه تانيه. تمام، حلو قوي. دلوقتي هنبدا نخيط، واحنا بنخيط هنحاول نمشي في حته بين النقطه اللي احنا خدناها اللي هي حجم الحقيقي بتاع ايدينا والخط اللي احنا خدناه اللي هو السنتي اللي داير ما يدور الايد. فهنحاول مثلا نمشي في حته هنا اهو كده في النص. وانا اقترح ان احنا، او ديت حاجه اللي حابب يعملها، ان احنا ممكن ما نخيطش تديت هنا علشان ممكن نستخدم العروة ديت اللي هي في طرف التيشيرت الحته المتنيه دي ان احنا ندخل فيها استك. فاحنا لو خيطناها مش هنقدر نعمل ده، فممكن نبدا التخيط بعد العروه عشان نقدر نركب استك وممكن نقفلها في الاخر. يلا بينا نخيط. خلاص انا خلصت الجوانت بتاعي وجه على مقاسي الحمد لله. كنت قلقانه شويه عشان ساعات، لو يعني صراحه مش هخبي عليكم، بس كنت عملت واحد قبل كده طلع صغير جدا، فعشان كده مهمه قوي نسيب السنتي حوالين الحجم الحقيقي بتاع رسمه ايدينا عشان نتاكد ان هو يدخل. مستعده اروح حفله كوكتيل، بس متحمسه قوي دلوقتي. هروح اجيب باجاتو عشان نبدا نركب فيه الاضاءات ونروشنه شويه. وانا قررت ان انا اجل خطوه الاستك للاخر علشان ممكن اعملها هنا، ممكن اعملها فوق شويه، ممكن اقصرها شويه حسب هركب الاضاءات والاسلاك ازاي. يلا نروح نجيب باجاتو.